هل يجوز أن أستلف من رجل كسبه غير مسروق؟ إذا تحققت أن كل ماله من الحرام، إذا تحققت أن كل ما عنده من الحرام فلا يجوز لك أن تقترض منه. أما إذا لم تتحقق وإنما هو مجرد ظن أو هذا الرجل عنده مال مختلف من الحلال والحرام فلا بأس أن تقترض منه وأن تأكل من طعامه، لأنه لم يتعين أنه من الحرام، والأصل الإباحة. جزاكم الله خير.